أحسن الله إليكم. الأخوات ابتسام وقمر محمد عبد الله مقروم من اليمن محافظة أبين، لهما سؤالان. يقولان في الأول: هل يجوز أن نبيع شيئا ب300 ريال حاضرة و300 ريال إلى نهاية الشهر؟ هل هذا يعتبر من الربا؟ يجوز أن تبيع الشيء بثمن مقسط. الحمد لله. بثمن مقسط، قسط حال وقسط مؤجل أو أقساط مؤجلة. أما إن كان المراد أنهم يبيعون السلعة بقيمتين، حاضرة أو مؤجلة، مؤجلة بكذا أو حالة بكذا، فهذا بيع غير منعقد، هذا بيع غير منعقد، لأنه لم يجزم بأحد الثمنين. قد قال صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. نعم.